الرحمن الرحيم. نتكلم عن البنكرياس. البنكرياس طبعا احنا عارفينه انه هيتروكراين. هيتروكراين يعني ايش؟ عنده جزء غدة صماء واخرى غير صماء، يعني واحدة افرازها داخلي واحدة خارجي. فنحن هنتكلم عن الخارجي اللي هي اكسوكراين. اكسو من اكسترنال، اكسوكراين. اندوكراين ديك اللي هي بتاع الانسولين والسكري والكلام دي، ده هو الاندوكراين بارت، اندوكراين بارت بتاع البنكرياس. اما لما اقول اكسوكراين فانا بتكلم عن الجزء الإفرازات الخارجية للبنكرياس اللي بتساعد في الهضم. طيب تركيب البنكرياس بتكون من البيولز، وكل البيول بتكون من أسيناي ودكت. أسيناي ودكت، أسيناي ودكت دي مهمة جدا، لأنه الأسيناي دي هي اللي بتفرز السوائل الفلويد، والدكت الدكت هي اللي تفرز الفلويد، والأسيناي هي اللي تفرز لنا الإنزيمز. الدكت اللي يعني انابيب، انابيب لازم يكون فيها سائل، يعني سوائل، سوائل اللي بتكون فيها املاح طبعا، وهي سوائل بتكون فيها املاح. ducts are joined together to form the main pancreatic duct. طبعا عارفين احنا الانابيب دي كلها مع بعضها بتتصل مع بعضها لانها تكون لنا ايه؟ المين بانكرياتيك دكت. المين بانكرياتيك دكت، شوف هنا زي شوف كده في الرسمه دي، هنا عندي ده البنكرياس اللي هو اللون الاصفر. البنكرياس ايش اللي هيحصل؟ هيطلع منه انبوب، عندي الاكسسوري بانكرياتيك داكت، ويجيني المين بانكرياتيك داكت، تجي تقوم تتحد مع مين؟ مع الكومون بايل داكت اللي جايه من الحوصله الصفراويه، وكلهم يصبوا وين؟ في الجزء الثاني من الانتستين. اوكي، وبيكون في هنا امبوله وفاتر انسفنكتر اوف اوضاي، دي العضلات اللي بتتحكم منها تفتح وتنقبض وتتفتح على سنها تدخل الافرازات دي. طيب فقلنا هنا opening together with the common bile duct، هي common bile duct من الحوصلة الصفراوية into the duodenum as the ambula of fatter، تفتح كلها في الديودينم الاثنى عشر في الأمبولا of fatter. The opening at the ambula is guarded محروسة بالسفنكتر of Oddi اللي هو ده الكوريدوكال ديودينال سفنكتر. كوريدوكال يودينا السكتر جاي من الكوليدوكال، من الكوليسيستايتس الكول بلادر، وديودينا الصمام بتاعهم الاثنين. طيب فيبقى هنا عندي الاثنين جو مع بعض وكونوا لنا كم بايل داك. البنكرياتيك سكريشن، طيب ايش بيفرز البنكرياس؟ ايش الحاجات اللي حيفرزها لنا البنكرياس؟ البنكرياس بيفرز لنا فوليوم، حجم بتاع سوائل تقريبا 1.5 لتر. لتر، تخيل اللتر بتاع الموية، لتر بتاع الموية. لو القارورة بتاعت الموية فيها 500 ملي، في بعضها 250 ملي، من 250 دي 4-6 قوارير، فهو تقريبا الحجم اللي بيفرزه تقريبا 1.5 لتر. الأوزمولاريتي بتاعت الإفرازات بتاعت البنكرياس دي ايسوتونيك، تكون ايسوتونيك، والبي اتش بتاعته حيكون ايش؟ هو اكيد هو ده لانه يعادل في الحموضه بتاعت المعده. المعده اذا كانت اسيديك اكيد هو حيكون زي الاسبيوتم، حيكون الكلاين. فالبي اتش بتاعته 8 بتكون، بي اتش بتاعته 8 هو الكلاين. تنيوترلايز الجاستريك اسيد توجذر ويز ذا بايل اند انتستينال سيكريشن، علشان يعادل لنا الحموضه الجايه من المعده. كونتنت، ايش الكونتنت بتاعت افرازات البنكرياس دي؟ فيها ماء، في املاح، والماء والاملاح دي مين حيفرزهم؟ حتفرزهم الانابيب اكيد. الدكت، مش الاسيناي، مش الاسيناي اللي حتفرزهم، الدكت، الدكت ولا هان سنترو اسينر سيلز. والدايجستيف انزيم، الانزيمات مين اللي حيفرزها؟ التيبيولز؟ لا مش التيبيولز، هي الاسيناي. الاسيناي احنا ما قلنا هو بيتكون من اسيناي ودكت. الاسيناي تفرز الانزيمز، والتيبيولز هي اللي تفرز لنا الووتر والالكترولايت. طيب ايش هي البنكرياتيك انزيم اللي بتفرز لنا الاسيناي؟ ذا مين دايجستيف انزيم في الجي اي تي، الرئيسيه اللي بتهتم بالهضم، بتهضم كل المواد، اذا كانت بروتينات، اذا كانت دهون، اذا كانت احماض امينيه، ايش بتكون؟ يكون الهضم الرئيسي بيكون محتاج ليه؟ البنكرياس، انزيمات البنكرياس. بعض المرضى مثلا زي مرض اسمه سيستيك فايبروزيس، المريض مع كل وجبة ياخد 8 كبسولات من إنزيمات البنكرياس عشان يقدر
يهضم الاكل بتاعه. احيانا ممكن العدد يكون حتى اكتر من كده، ياخدها بشكل حبوب، انزيمات البنكرياس دي، عشان يقدر يهضم مع كل وجبة 8 كبسولة. هذه عدد كمية مهولة. In the absence of these enzymes impair digestion. ليه؟ لأنه في بعض الأمراض زي كنا مرضى سيستيك فايبروزيس ما عندهم الإنزيمات حقت البنكرياس دي، فما يقدر يهضم الطعام وبالتالي ما يقدر يمتصوه. This enzyme include إنزيمات، عدد إنزيم، إنزيم بعضها للبروتينات digestion، وبعضها للكربوهيدرات، وبعضها للليبيد، وبعضها للنيوكليك أسيد سيكريشن، وكل واحدة منها بتختص بشيء. طيب نشوف حقة البروتين، مين اللي مختص بالبروتين؟ طبعا أول حاجة ما ممكن يفرزوها وهي تكون نشطة. إذا أفرزوها وهي نشطة إيش اللي حيحصل؟ حيحصل إنها حتهضم البنكرياس نفسه، فهي ما تفرز هي نشطة. إيش اللي يحصل؟ أول حاجة طبعا في حموضة المعدة دي كلها حتمشي وحتصل للديودينم، يقوم الديودينم اللي يكون حامض شديد، لازم تجي الإفرازات أول من التيبيولز بالقاعدية بتاعتها علشان تغير الوسط تخليه